السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل تصورت يوماً أن سوء الإدارة في مصر بلغ بالناس إلى أن يأكلوا لحم بعضهم حرفياً وليس مجازاً؟ في فترة من الفترات أكل المصريون لحم بعضهم بسبب الجوع الشديد، لكن قبل بداية الحكاية الرجاء الصلاة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وفضلاً وليس أمراً. الاشتراك في القناة ليصلك كل جديد. لفهم القصة دعونا نعود بالزمن قليلاً وتحديداً إلى زمن الدولة الفاطمية التي كانت في أوج ازدهارها. في ذلك الوقت كانت عاصمة الدولة الفاطمية هي مصر التي كانت المركز السياسي لهذه الدولة، وكانت الأمور تسير على ما يرام: زراعة مزدهرة، تجارة رائجة، صناعة قوية، فتوحات في مناطق مختلفة، وخزائن مليئة بالذهب وكل ما قد يخطر ببالك. ولكن كما يقول المثل، دوام الحال من المحال، وتحديداً في شهر شعبان من العام 427 هجرياً توفي الخليفة في ذلك الوقت، وكان يدعى الظاهر لإعزاز دين الله، وترك الخلافة لابنه المستنصر بالله الذي كان يبلغ من العمر 7 سنوات فقط حينها، ولم يكن قد بلغ الحلم بعد. تم تعيينه خليفة بصورة صورية لأن أمه السيدة رصد كانت هي الوصية عليه وحجبته عن شؤون الدولة حتى يبلغ سن الرشد. وهكذا كانت السيدة رصد هي الحاكمة الفعلية في ذلك الوقت. من هي هذه السيدة رصد؟ كانت السيدة رصد جارية نوبية كانت في ملكية شخص يدعى أبي سعيد التستري، وهو تاجر يهودي كان مسؤولاً عن بيت المال، وهو أمر غريب للغاية بحد ذاته. على كل حال قام الخليفة بشراء هذه الجارية والتي أنجبت له المستنصر بالله الذي كان يبلغ 7 سنوات فقط عند توليه الحكم، وهي التي تولت الحكم بدلاً منه بينما كان هو مجرد حاكم صوري. بداية عهد المستنصر بالله كانت جيدة ومستقرة بفضل الوزير القوي الذي كان موجوداً في ذلك الوقت واسمه أبي القاسم علي بن أحمد الجرجراي. هذا الوزير كان الذراع الأيمن للخليفة الذي توفي مؤخراً الظاهر لإعزاز دين الله ووالد المستنصر بالله. وهذا الوزير كان صاحب خبرة واسعة، وكان رجلاً حكيماً يدير الدولة بإحكام الناس، كانت تشهد له بحسن السياسة والتوجيه، ويمكن القول إنه كان العامل الأساسي الذي حال دون أن تسيطر السيدة رصد على مقاليد الدولة وتتحكم في كل شؤونها. في ذلك الوقت توسعت الدولة الفاطمية وضمت بلاد الشام وفلسطين والحجاز وصقلية وشمال إفريقيا وحتى بغداد التي كانت تحت الخلافة العباسية، ولكن هذا موضوع آخر سنعود إليه لاحقاً. وفي شهر رمضان من عام 436 هجرياً توفي الوزير الجرجراي بعد أن خدم كوزير لمدة 18 عاماً. وهنا نبدأ بالدخول في صلب قصتنا. كيف وصل المصريون إلى أكل لحم بعضهم؟ بسبب الفقر الشديد. فمن لحظة وفاة الجرجراي سنفهم كيف بدأ سوء الإدارة يظهر، وسنركز على أحد أبرز الأسباب التي أدت إلى الكارثة التي حلت بمصر بعد وفاة الجرجراي. أصبحت الساحة خالية للسيدة رصد التي توسعت سلطتها ونفوذها في الحكم. ساعدها في ذلك التاجر اليهودي الذي كان قد باعها للخليفة منذ زمن، وعينته رصد رئيساً لديوانها، ومن هنا توسع نفوذه ليصبح أكبر من نفوذ أي وزير، وهذا أثار غضب المسلمين في ذلك الوقت فاجتمعوا عليه وقتلوه. ومع تدهور الوضع أكثر تم عزل وقتل أحد أفضل قادة الجيش في ذلك الوقت واسمه اليازوري الذي كان يدير شؤون الجيش بكفاءة عالية. السبب في عزله وقتله كان خوف رصد من توسع نفوذه وقوته وأنه قد يقوم بانقلاب ضدها بطبيعة الحال. ومع عدم وجود بديل كفء تفاقمت الأوضاع في مصر مع تزايد الانقسامات الداخلية والحروب بين الأمراء على الوزارة وقيادة الجيش وتدهور الأوضاع الاقتصادية، لأن إدارة الدولة أصبحت غير كفؤة بسبب التغييرات المستمرة التي كانت تقوم بها رصد. ونستمر في تتبع الأحداث حتى نصل إلى إحدى أهم النقاط الحساسة في ذلك الوقت والتي يجب أن نتحدث عنها، وهي تركيبة جيش مصر. في تلك الفترة كان الجيش مقسماً إلى 3 فئات رئيسية: الفئة الأولى هم المغاربة، الفئة الثانية هم المماليك الأتراك، والفئة الثالثة هم العبيد الأفارقة، ولا أقصد هنا الإساءة أو التقليل منهم، فقد كانت تلك التسمية شائعة في ذلك الوقت، حيث كان هناك من هو حر وآخر مملوك لشخص آخر.
هكذا كان تقسيم جيش مصر في تلك الفترة. المهم هو أن السيدة رصد استغلت فئة العبيد الأفارقة وجعلتهم تحت طاعتها الكاملة مثل حرس خاص لها، وأغدقت عليهم النفوذ والذهب على حساب باقي فئات الجيش. هذا الأمر أدى إلى حدوث انشقاقات وحروب داخل الجيش، إذ انقسم إلى أحزاب متنازعة، بالإضافة إلى الانقسامات في الجيش كانت هناك أزمة اقتصادية شديدة ما أثر على رواتب الجنود. نتيجة لذلك لجأ العبيد الأفارقة إلى السطو على الوجه القبلي والصعيد، حيث نهبوا وخربوا الجسور وقنوات الري، كما أغاروا على الوجه البحري، ما أدى إلى عمليات نهب واسعة النطاق. في مواجهة هذا الوضع المأساوي لم يكن أمام الفلاحين سوى الهروب من أراضيهم، مما تسبب في توقف الزراعة وتوريد المؤن إلى القاهرة والفسطاط. في هذا الوقت ظهر أحد أبرز القادة العسكريين في مصر، وهو ناصر الدولة الحمداني. كان الحمداني يقود حوالي 40,000 فارس من قبيلة لواتا والأعراب، وانضم إليه الأتراك الذين كانوا مستائين من الأوضاع بسبب تمييز الأفارقة عليهم. اتجه الحمداني إلى محاصرة القاهرة ومنع وصول المؤن إليها، ولم يكن أمام الخليفة المستنصر بالله سوى الاستسلام لرفع الغلاء والجوع عن الناس. عندما دخل الحمداني إلى القاهرة تمكن من تقليص نفوذ الخليفة المستنصر والسيطرة على البلاد، ولكن سرعان ما تم اغتياله على يد الأتراك، ويروى أن أحد أسباب اغتياله هو نيته إعادة الخلافة العباسية إلى الحكم. وشاءت الأقدار أن معاناة البلاد لم تتوقف عند الاختلال السياسي والاقتصادي الذي كان سائداً، بل ازداد الأمر سوءاً عندما انخفض منسوب نهر النيل فجأة ودون أي سابق إنذار. كان هذا الانخفاض بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، ليبدأ رسمياً واحدة من أكبر وأشد المجاعات في تاريخ مصر، والتي استمرت لمدة 7 سنوات متواصلة من عام 457 هجرياً إلى عام 464 هجرياً، وقد عرفت في التاريخ باسم 7 سنوات العجاف. تخيل معي الوضع في ذلك الوقت، لا مياه للزراعة ولا فلاحين ليزرعوا، لأنهم فروا هرباً من غارات الفصائل المختلفة التي انشقت عن الجيش وتسببت في حالة من الفوضى. وبطبيعة الحال عندما لا يجد البشر ما يأكلونه، فإن الحيوانات أيضاً لن تجد ما تتغذى عليه، فتموت هي الأخرى. وفوق كل هذا كانت البلاد تفقد أراضيها وحدودها، وازدادت النزاعات بين الأمراء والقادة العسكريين، حيث أعلن كل وال استقلاله. وفي ظل هذه الأزمات الاقتصادية الحادة التي نتجت عن سوء الإدارة، لجأ التجار ومن يملكون السلع إلى الاحتفاظ بما لديهم من مخزون نظراً لندرته. وكنتيجة لذلك ارتفع سعر رغيف الخبز ليصل إلى 15 ضعف سعره الحقيقي. لم يعد الناس يجدون حتى الخبز، مما دفعهم إلى أكل لحم الكلاب والقطط. وأعزكم الله حتى الجيف الميتة في الشوارع إن وجدوها، بل إن الأمر وصل إلى درجة أن تلك الجيف ولحوم الكلاب والقطط بدأت تباع في محلات الجزارة وكأنها سلع نادرة، حيث بيع الكلب ب5 دنانير والقطة ب3 دنانير. وهكذا وصلنا إلى أبواب المجاعة، بل تجاوزناها تماماً من الحوادث الشهيرة التي وردت في كتب التاريخ عن الشدة المستنصرية، تلك الواقعة التي حدثت عندما كان الوزير متجهاً إلى قصر الحاكم، ترك حماره بالخارج مع الغلام الذي كان يرافقه، وفجأة هاجمه 3 أشخاص، اشتد بهم الجوع إلى حد لا يوصف، فسرقوا الحمار من الغلام وذبحوه ليأكلوا لحمه. بعد وقوع الحادثة أمر الوزير بإلقاء القبض على هؤلاء 3 وإعدامهم في ميدان عام. وفي اليوم التالي عندما ذهب الناس لرؤية جثثهم في الميدان لم يجدوا منها سوى العظام، حيث أكل الناس لحمهم حرفياً. في ذلك الوقت أيضاً وصل الحال بالضعفاء إلى نبش قبور الموتى حديثاً لسرقة الجثث وأكل لحومهم. تصور مدى الانحدار الذي وصل إليه الوضع تحت حكم الخليفة المستنصر، وأمه رصد حتى الحيوانات الأليفة مثل الكلاب تحولت إلى وحوش مفترسة بسبب الجوع. الكلاب فأصبحت جائعة بشكل لا يوصف. فمثلاً كان الكلب الجائع قد يدخل بيتاً من البيوت ويأكل الرضيع الموجود فيه، بينما لا يستطيع الوالدان فعل شيء بسبب شدة الجوع والضعف. ثم تطور الوضع بشكل مأساوي، حيث ظهرت عصابات متخصصة في خطف الناس وأكل لحومهم. أصبح هذا السلوك شائعاً بين العامة، لدرجة أن ذلك كان مقبولاً إلى حد ما، بل كان هناك حي يدعى
زقاق القتل. كانت المباني به منخفضة للغاية، تتكون من طابق واحد، والمسافات بين المباني ضيقة للغاية. في ذلك الحي كان السكان يترصدون أي شخص يمر في الشارع ليصطادوه ويأكلوا لحمه. هكذا كانت حياة الناس في ذلك الوقت، حيث لم يعودوا يصطادون الحيوانات، بل أصبحوا يصطادون بعضهم البعض لأكل لحوم البشر. في إحدى القصص التي رواها المقريزي تروى قصة سيدة غنية من سيدات القاهرة. في تلك الفترة العصيبة كانت أطفالها الصغار يصرخون من شدة الجوع، ولم تستطع تحمل ألمهم. كان لديها عقد ثمين من اللؤلؤ يقدر بأكثر من 1000 دينار، فخرجت إلى الأسواق على أمل أن تجد من يشتريه لتشتري لهم الطعام، لكنها لم تجد أحداً قادراً على شراء العقد، لأن الناس لم يكن لديهم أي أموال. وبعد جهد كبير تمكنت من إقناع تاجر بشراء العقد. مقابل ماذا؟ مقابل كيس صغير من الدقيق فقط. لكن المأساة لم تتوقف هنا بالكاد. تمكنت من السير بضع خطوات بعد حصولها على كيس الدقيق قبل أن يهاجمها جحافل الجياع الذين لم يكونوا قادرين على تحمل جوعهم الشديد، فسرقوا منها الدقيق. لم تتمكن من الحفاظ سوى على حفنة صغيرة من الدقيق بالكاد تكفي لصنع رغيف خبز واحد لأطفالها. وفي ذلك الوقت إذا مات أحد أفراد العائلة لم يكن من المعتاد إبلاغ الآخرين أو الإعلان عن الوفاة. بدلاً من ذلك كانت الأسر تدفن موتاها في نفس المنزل الذي يعيشون فيه أو يذهبون لدفنهم في المقابر ليلاً. وكان الهدف من ذلك تجنب سرقة جثث الموتى من قبل الجوع الذين كانوا يتربصون بها. ورغم ذلك لم يمنع ذلك البعض من الانتظار عند المقابر ليراقبوا من يأتي لدفن ميت فيحاولون سرقة الجثة. والجدير بالذكر أن ظاهرة دفن الموتى في البيوت استمرت حتى بعد انتهاء المجاعة، ولم تنتهي فور زوال الأزمة. انهارت البلاد تماماً في تلك الفترة وتحولت إلى ما يشبه مدينة الزومبي، حيث أصبح الناس في حالة من الهلاك واليأس التام. هذا الوضع دفع الكثيرين إلى الهجرة، حيث فر البعض إلى بلاد الشام والبعض الآخر إلى فلسطين أو العراق هرباً من المجاعة. ولكن حتى في رحلات الهروب كان العديد منهم يموتون من الجوع في الطريق. والمفاجأة الأكبر هي أن السيدة رصد وبناتها تركنا مصر وذهبنا إلى بغداد بعد أن دمرت البلاد بالكامل. الأمر الأكثر غرابة من قصة المجاعة هو سكوت المصريين على هذا الوضع لفترة طويلة لمدة 60 عام. ظل الناس يعيشون في هذا الوضع المأساوي دون أن يحاول أحد منهم البحث عن السبب الحقيقي للمشكلة. الخليفة المستنصر بالله كان يعيش في قصوره محاطاً بالرفاهية والنعيم، يشاهد من وراء أسوار قصره العالي كيف ينهار المجتمع أمام عينيه. كان يرى الناس وهم يأكلون لحم بعضه وينبشون القبور ليأخذوا جثث الموتى ويأكلوها، ومع ذلك لم يحرك ساكناً. لكن المشكلة لم تكن فقط في المستنصر بالله، بل في الشعب الذي رضي بالذل والهوان بدلاً من مواجهة السبب الحقيقي للأزمة، والذي كان يتمثل في سوء الإدارة والتخاذل عن حل المشكلة. انشغل الناس بأكل لحم بعضهم البعض، ونهاية الشدة المستنصرية جاءت بعد 7 سنوات من المجاعة والكوارث الاقتصادية والسياسية التي أرهقت مصر تماماً. كانت البلاد في حالة انهيار تام، ولم تكن هناك أي بوادر لتحسين الوضع بسبب سوء الإدارة والانقسامات الداخلية. لكن نقطة التحول جاءت عندما لجأ الخليفة المستنصر بالله إلى قائد عسكري قوي يدعى بدر الدين الجمالي، وهو أحد القادة الأرمنيين الذين كانوا حكاماً في شمال بلاد الشام. فالمستنصر بالله أرسل في طلب بدر الجمالي بعد أن أدرك أن الدولة كانت على شفا الانهيار الكامل ولم يكن هناك من ينقذها. بدر الجمالي وافق على تولي المسؤولية، لكنه وضع شرطاً أساسياً وهو أن يأتي إلى مصر ومعه جيشه الخاص ليتمكن من بسط السيطرة على الوضع الفوضوي. الخليفة المستنصر وافق، ووصل بدر الجمالي إلى مصر حوالي عام 466 هجرياً الموافق 1074 ميلادياً. بدر الجمالي بدأ بإصلاح الأمور بشكل منهجي. أول خطوة قام بها هي استعادة النظام الأمني، حيث قام بالقضاء على الفتن الداخلية وطرد أو قتل القادة الفاسدين وأمراء الجيش الذين تسببوا في الفوضى.
كما أحكم سيطرته على الجيش وأعاد توحيده. بعد ذلك بدأ الجمالي بإصلاح النظام الاقتصادي، فأعاد بناء البنية التحتية واستصلح الأراضي الزراعية وأعاد تشغيل نظام الري بعد أن كان متعطلاً لفترة طويلة، كما شجع الفلاحين على العودة إلى أراضيهم وفرض سيطرة صارمة على التجارة لضمان توزيع عادل للموارد. بفضل هذه الإجراءات بدأت الأوضاع في مصر تتحسن تدريجياً، وانتهت الشدة المستنصرية على الرغم من أن الجوع والفقر كانا قد دمرا البلاد بشكل كبير، إلا أن بدر الجمالي نجح في استعادة الاستقرار وإنهاء أسوأ أزمة مرت بها الدولة الفاطمية في عهد المستنصر بالله. وأصبح بدر الجمالي بعد ذلك وزيراً وقائداً فعلياً للدولة، وظل في منصبه حتى وفاته، بينما استمر الخليفة المستنصر بالله في الحكم حتى وفاته عام 487 هجرياً، لكنه أصبح حاكماً صورياً بعد أن سيطر الجمالي على معظم شؤون الحكم. وأخيراً نريد أن نوضح شيء عن مدة الشدة المستنصرية الفعلية، كانت 7 سنوات فقط من سنة 457 هجرياً حتى 464 هجرياً. هذه الفترة شهدت المجاعة والكوارث الاقتصادية الكبرى التي عانت منها مصر، وكانت واحدة من أسوأ المجاعات في تاريخها حتى لقبت بال7 سنوات العجاف. أما فترة 60 عام التي أشرنا إليها فهي ليست مدة الشدة المستنصرية، وإنما تمثل الفترة التي استمرت فيها مصر في حالة من الاضطراب السياسي والاقتصادي قبل أن تتحسن الأمور بشكل جذري. خلال هذه الفترة الطويلة كانت مصر تعاني من تداعيات الشدة المستنصرية ومن ضعف الخلافة الفاطمية بشكل عام، إلى أن جاء بدر الجمالي ليعيد الاستقرار وينهي الفوضى في البلاد. إذن الشدة المستنصرية نفسها استمرت 7 سنوات، لكن الأوضاع المضطربة في مصر استمرت لفترة أطول تصل إلى 60 عاماً. وفي النهاية نود أن نقول: اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ويحسن ختامنا جميعاً، آمين. لا تنسى الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وأتمنى مشاهدة باقي الفيديوهات، ستجد بها مواضيع عديدة مهمة ومفيدة وستنفعك إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.